الحلقة 236 من الموسم العشرين. السماء لا تمطر ذهبا أو فضة، مقولة أثبتها ضيف حلقتي النهاردة وبجدارة. تحدى العوائق والظروف الصعبة وكافح واجتهد، بدأ من الصفر ورحلة نجاحه لم تكن بدرجة وردية على الإطلاق، ولكن صمد للنهاية وقدر يحقق أحلامه وطموحاته. معايا ومعاكم النهاردة المهندس محمد عبد البر ابن قرية صفت تراشين مركز بيبا بمحافظة بني سويف ورئيس مجلس إدارة مصنع العلا لإنتاج الكرتون وعضو جمعية المستثمرين ببياض العرب وعضو نقابة الزراعيين ببني سويف. صباح الخير. صباح الخير. ازيك يا فندم؟ الحمد لله تمام. أخبارك إيه؟ اللهم لك الحمد. الحمد لله. طيب حضرتك في البداية أنا عايزاك تكلمنا عن مهندس محمد أكتر في سطور موجزة. فضل. والله أنا في الأول أوجه رسالة تعازي لأهل قرية صفت تراشين في وفاة المغفور له إن شاء الله المهندس أحمد محروس. وأما بالنسبة لمحمد عبد البر، محمد عبد البر ده يعني واحد من الشباب طبيعي جدا، طلع وكافح وطلع على دراعه وأنشأ نفسه بنفسه، والحمد لله رب العالمين. يعني اشتغلت وكافحت فقدمت على قطعة أرض، وكان قدامي حلم وهدف، حلم وهدف إن أنا أكون راجل عندي مشروع كبير أو أطلع على دراعي وأكون نفسي بنفسي. فرحت الفكرة جات لي يعني إن أنا أنشئ مصنع كرتون أو يكون عندي مشروع عامة. فرحت لواحد صاحبي صديق لي في أكتوبر ولقيته عامل مصنع كرتون، فالفكره دخلت في دماغي، فالحمد لله يعني ابتديت سنه سنه وربك يسر الحال. يعني بدايه حلمك جات من عند صاحبك؟ اكيد طبعا. لا هي هو كان حلم ان انا اعمل مشروع، ما كانش محدد يعني كرتون. هو اداك الفكره دي؟ انا رحت وبصيت على الفكره بس، وهو يعني كان مشروعه ما كانش بالقيمه اللي انا فيها حاليا دلوقتي. يعني كان مكن، يعتبر بنقول عندنا كده في الصناعه مكن بلدي. فلما دخلت في دماغي الفكره فسعيت ليها وسافرت طبعا، لقيت نفسك فيها اكتر يعني. لقيت نفسي طيب. يعني وسعيت ليها وطورت منها، يعني مشيت فيها وطورت منها. طيب بدأت المصنع ازاي؟ بدأت المصنع يعني اول ما جت الفكره في دماغي كان في طرح نازل من الدوله بتخصيص اراضي بالمجان لكل من هو شاب عاوز يقوم بمشاريع مشروع او استثمار بمعنى اصح. طيب. لان دلوقتي مع احترامي ليك يعني كوظائف او كده ما فيش يعني ايه او اللي جاي وانا على قد بشجع ده على فكره. ما انا بقول لحضرتك كوظايف دلوقتي مفيش وظايف، فكل واحد يعني بيحط في دماغه حلم ويسعى ليه. صحيح. فلما يسعى ليه يعني لما لقيت الدوله مقدمه طرح اراضي بالمجان فروحت تقدمت بمشروعي ودراسه الجدول ورحت قدمت، فاعطوني قطعه ارض حوالي 500 متر. تمام. بعديها طبعا كانت بني بالنسبه لمشروعك كانت كبيره ولا صغيره هي ولا كانت بالنسبه متوسطه؟ للمشروع كانت كبيره. تمام. يعني مثلا كويس قوي. كانت مستوفيه بمعنى كويس صح. جدا. فطبعا سافرت واشتغلت، طبعا كنت في السعوديه وسافرت واشتغلت وانا هناك طبعا اوحى عليا ان اكبر واطور من نفسي. فطبعا جيت كنت جايب مكانتين صغيرين، فجيت ما نزلتهم فلقيت ان انا عاوز اطور من نفسي. تقدمت تاني لهيئه الاستثمار بطرح توسعات للمشروع، فاخدت قطعه ارض تاني توسعات وانشات يعني فيها. وسعت المصنع ولا عندك مصنع وصنع؟ لا وسعته يعني اصل المجال ده بيقبل معايا كتير، او مجال الكرتون بمعنى اصح بيقبل معايا كذا كذا مراحل، يعني مراحل كتيره. فاخدت قطعه ارض تانيه 1000 متر ووسعت بيها، وحاليا ان شاء الله باذن الله مقدم برضه على قطعه ارض تانيه يعني حوالي 2500 متر متلاصقه جنبيه. يعني في البدايه انت كان ليك حلم عملته هنا، وبعدين سافرت بره، وبعدين اشتريت المكن ورجعت تاني كبرته وحاليا فيه. لا برافو عليك. اكيد طبعا يا باشمهندس والله، يعني انت قدوه لشباب كتير جدا. الله يخليك. وفعلا يعني لا انا هو حد يحط في دماغه الحلم ويسعى ليه، يعني اهم حاجه يعني حط في دماغك حلم واسعى، يعني محدش انا يحطمك. برضو بشوف ان فكره ان الشاب او الشابه يستنوا وظيفه دي فكره مش يعني هي الدوله اصلا مستكفيه مثلا بمعنى اصح، فاهماني؟ لا احنا اللي نسعى، احنا نسعى، احنا اللي مش هقعد استنى. نحقق. انا راجل صحيح. اتخرجت مش صحيح. هقعد استنى مثلا صحيح. استنى وظيفتي، يعني زي شباب كتير انا بشوف شباب كتير يعني
وربنا طبعا هو يحط في دماغه حلو ويسعى ليه وربنا طيب يصل للحل في ده. المستقبل بقى ايه حلمك للمصنع؟ يعني شايفه ازاي؟ ان شاء الله باذن الله يا ربي. يعني انا شايف نفسي في المنطقه الصناعيه اللي انا فيها حاليا يعتبر اول مصنع كرتون في المنطقه اللي انا فيها حاليا. فان شاء الله انا مقدم على، قلت لحضرتك ان انا مقدم على قطعه توسعات 2000 متر كمان، ما شاء الله. فبنشأها ان شاء الله، فان شاء الله يجي لي الموافقه عليها. يعني هي جايه، هي لولا ازمه كورونا اللي احنا كنا فيها كان جالي التخصيص بتاعها. فانا حاليا حتى حاجز مكان جاي لي من بره مستورده وبخلص فيه يعني. تمام فان شاء الله باذن الله نوسع فيها باذن الله. ان شاء الله. طبعا مع مشاريع تانية انا بنشئ فيها، يعني زي حاليا دلوقتي ماشي في انشاء شركه تعبئه وتغليف مواد غذائيه، حلو جدا. ومعايا صديق يعني داخل معايا بالنص مع بعضينا شريك وبنشئه. يعني ده شريك داخل معايا على اساس هو يبقى بدأت دايره. المشروع ولا لسه مجرد فكرة؟ فعلي بادئين فيه، تمام. فعلي بدأنا فيه، خدنا خطوة يعني جبت المواد الغذائية يعني شغالين ان شاء الله، بس ناقص بعض التراخيص. بس ان انا مش عاوز انزل باسم ما اكونش فيه تراخيص، هو باقي بس حاجات بسيطة في التراخيص. ربنا يوفقك يا الله باشمهندس. يخليك يا والله طيب استاذ. يا باشمهندس، كلمني بقى عن قريتك قريتي وعن مشاكل اللي هي بتواجه القرية. والله انا يعني عندنا قريتنا مظلومة، يعني مش عارف اقول لك ايه، هي فيها شباب ناضجة جدا وشباب كلها طبعا متعلمين، وبلد مش عاوز اقول لك بلد العلم، يعني ماسكة ترأس وزير الأوقاف ماشي. ففيها طبعا بعض الشباب بس مظلومين، يعني عندنا مشاكل كتيرة بتقابلنا زي مشكلة الصرف الصحي. مشكلة الصرف الصحي ده من زمن، من على أيام السيد الرئيس محمد عصام مبارك إلى الآن مفيش أي خطوة جدية فيها ما فيش أي حل. ولا اي حل. وجالنا يعني واعضاء مجلس الشعب اللي هم ماسكين حاليا ولا اللي قبليهم ولا حتى ما بنشوفهمش الا طب وقت ليه؟ الانتخابات. ايه السبب لده؟ ما اعرفش، مفيش سبب. ما هو كل واحد، كل عضو مجلس الشعب طب ليه اهالي القرية ما هوش يقدموا طلب قدمنا شكاوي كتير، لأعضاء مجلس الشعب؟ قدمنا وهو مجلس الشعب ما حدش بيشوف حضرتك، يعني ما بنشوفهمش الا وقت انتخاباتهم، يعني قبليها كده يعني من الفترة دي وطالع هنبتدي نشوفهم. طيب احنا دلوقتي معانا صور مصنع العلا على الشاشة، اتفضل كمل. يبقى أول مشكلة الصرف الصحي. الصرف الصحي طيب فماشي. عندنا مشكلة تانية، مشكلة اللي هي تقنية المية ماشي، وده مشكلة برضو مية كبيرة. الشرب. مية الشرب طيب دي مشكلة كبيرة جدا ماشي. يعني عندنا عملوا، في بعض الناس عملت محطة مياه بيبيعوا المية للناس بالفلوس عن طريق عبوات جراكن ماشي، وهي اساسا يعني قد تكون غير صالحه برضه ماشي. فلحد دلوقتي يعني ما فيش اي خطوه فيها ان حتى يعملوا محطه رفع عندنا. دي برضه من ضمن المشاكل، ما حدش برضه اتجه ليها ولا خد اي خطوه فيها. وزي ما قلت لحضرتك اعضاء مجلس طب الشعب والناس زي ما شفت، بتشرب ازاي؟ بتروح تشتري برضو؟ والله بنشتري، وفي ناس يعني مع طب احترامي ليكي، والبسطاء مثلا ده بتشتري؟ مشكله بقى، ده بيشرب من ميه الحنفيه يعني واجره على الله. ليه بقى؟ لان احنا حتى ما أزمة كورونا اللي احنا فيها حاليا ما شفتش حتى أعضاء مجلس الشعب ولا توعية ولا ولا توعية ولا أي أي حاجة، شيء. حتى ما شفتش أي حد عمل أي حاجة للبلد ولا خد أي خطوة جدية للبلد معانا. طب ليه طيب أهل القرية ما هم مش وهي بيتكلموا؟ مش ما هو بيتكلم محدش هيعرف كده، لازم يا الكلام أستاذة، ده احنا يوصل. بيوصل وهم أعضاء مجلس الشعب عارفين الكلام ده وصوتنا مسموع. احنا مش قرية صغيرة، قرية خلي بال حضرتك يعني فوق ال 20,000 صوت ماشي. احنا ما بنشوفهمش الا وقت الانتخابات، ما بنشوفش حد فيهم خالص الا وقت نزول الانتخابات. طيب دلوقتي انا عضو مجلس الشعب، الاهالي القريه بتاعتي انتخبوني، انا ما عملت لهمش شيء، طب ينتخبوني تاني ليه؟ ما حدش، لا طبعا. ما هم بيكرروا وانا نفس بوجه الغلط بتاعهم. اكيد طبعا، وانا بوجه رساله اصلا حتى للشباب انهم يكون يعني احنا عندنا شباب واعيه وشباب فاهمه، يعني هم يختاروا او يشوفوا مين اللي هيبقى نازل مثلا. يعني انا حضرتك انا كنت ناوي لما شفت الوضع في البلد عندنا كده وضع سيء، فانا تطوعت، انا مش شايف حد من عندنا او صفت او الكره المجاوره ليها او يعتبر كره مركز بيبا كله تامه، مش شايف خلي بال حضرتك ان في فعاليات ولا عضو مجلس الشعب، اسامي تعودنا عليها. فاحنا لو واحد معانا من الشعب عايش وسطينا، عايش معانا في ايدينا ماشي، وعايش مشاكلنا هيعرف يحل. اما بقى احترام ليك يعني اعضاء مجلس الشعب ما بنشوفهمش، دول ساكنين الفيلا والقصور، ما بنشوفش حد فيهم يجي يعمل اي حاجه معانا.
فعندنا كذا مشكلة تانية طبعا. طب ايه كمان؟ عندنا مشكلة تانية اللي هي الوحدة التعليم الصحية. اخباره ايه؟ التعليم برضه سيء، مفيش مفيش أي مدارس؟ في لا هو في مدارس، وفي مدرسة ثانوية إن شاء الله احتمال تشتغل بإذن الله، يعني كلمت ناس كده وبإذن الله احتمال كبير طب تشتغل يعني. والمستشفيات؟ لا مستشفى بلا طبيب، يعني الوحدة الصحية دي عندنا بلا طبيب أساسا، امال مين اللي بيعالج؟ وبلا مفيش حد. طب والمرضى؟ المرضى دول بقى اللي يطلع ياخد عربية، يطلع على بني سويف، يطلع على هنا هنا طب مثلا لو ماشي. شخص فجأة جاله مرض أو تعب أو ده اللي أنا تسمم بتكلم فيه مثلا؟ حضرتك، المفروض وحدة صحية أو قرية كبيرة زي دي. و طيب معانا مداخلة من العميد محمد سيد المصري. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا فندم؟ يا صاحب حضرتك، كل سنة وأنت طيبة. وحضرتك طيب؟ اتفضل يا فندم، اتفضل، معاك حضرتك، اتفضل مورينا يا فندم. اتفضل. ازيك العميد معانا محمد؟ باشمهندس محمد عبد البر، اتفضل وجه. ازيك يا سيادة العميد، اخبار حضرتك؟ اهلا استاذ محمد. الله يكرمك، اخبارك ايه؟ الحمد لله، الله يكرمك يا الباشا. الله يخليك يا الباشا، الله يكرمك يا رب. العميد محمد حسن صاحب مصنع المحصري للبلاستيك ومدير منفذ بيئة الوطنية، يعني من الشخصيات الكويسة جدا اللي اتعاملت مع حضرته يعني، وراجل كويس جدا محترم وخدوم يعني. الله يكرمك. طيب اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. لا اتفضل. استاذ محمد عبر صاحب مصنع كرتون في مدينة بيض العرب الصناعية، من الناس المحترمين والناس الاجتماعيين، لا خليك. ويقوم بجهد دؤوب طول اليوم سواء لمصنعه او لاصحاب المصانع. هو كان عنده فكر متطور ان هو كان عاوز يعمل المشاريع الصغيره بالنسبه للشباب في القرى في مركز بيبا، ان هم يكون لهم قاعده صناعيه داخل مدينه بياض العرب الصناعيه على شكل مجمع صناعي. تمام؟ تمام، اتفضل يا فندم. والعمل ده هو بيجري فيه واحنا مشتركين معاه ان شاء الله يعني. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله. طيب يا فندم، عايزه حضرتك توجه رساله للشباب عشان تقول لهم ان اي حد عنده طموح، عنده اي شيء، المفروض يبتدي ويسعى، ما يقعدش بقى يستنى الوظيفه. بالنسبه للشباب لابد ان يكون على شكل حتى مجموعات، لو هو الجزء المادي مش بكفي ممكن يبقى فيه تنسيق ما بين الشباب وبعضيها. تمام، زي فكره الاستاذ محمد عبر على فكره، برضه هو معاه مجموعه من الشركاء من الشباب في نفس مصنع الكرتون يعني. ودي مع بدل ما نقعد ننتظر فرص عمل بتاعه الحكومه اللي هي بتاخر شويه، او نتيجه الميكانه اللي حاصله فهتقلل من عدد الموظفين، فبالتالي لابد من الاعتماد على الذات يعني. صحيح صحيح يا فندم، صحيح صحيح. طب يا فندم، طب ايه دور الدولة بقى انها تدعم الشباب الطموح ده، مثلا زي ما حصل مع باشمهندس محمد؟ يعني ايه دور الدولة بقى الجاي، او انت شايف ايه حضرتك يعني عشان الدولة تدعم الشباب وتخليه يشتغل، وتخليه بدل ما هو قاعد عاطل او مستني الوظيفة، او في دماغه ان هو قاعد ومستني الدولة ايه اللي تشغله؟ طب ايه بقى هو دور الدولة انها تدعم الشباب دي؟ هي الدولة حاليا بتتعاون مع الشباب في شكل القروض الموفرة اللي بتقدمها عن طريق البنوك للشباب، أو في شكل الأراضي اللي هي بتتاحها للاستثمار الصناعي. لكن الحاجة الثالثة اللي هي غايبة عننا هنا، ما زالت موجودة في مصر، أو بنطالب الحكومة إن هي تفعلها، هو إنشاء مراكز تدريب لإعادة تأهيل الشباب بعيدا عن المؤهلات اللي هم حاصلين عليها. لكن النهاردة إحنا الواقع بيقول إن التعليم ما هوش مربوط بالواقع في مصر عامة، فبالتالي نقدر نقرب اللي هم خريجين الهندسه كمجموعات بتخصصات مختلفه، او الحاصلين حتى على الدبلومات الصناعيه والتجاريه، وان احنا نقدر نشكل لهم مجموعه عمل استثماري تبقى قريبه من المؤهل بتاعهم. بس لابد ان هو يسبقها يعني زي برامج تدريبيه لتاهيلهم بالعمل او النشاط الجديد. صحيح يا فندم، صحيح. شكرا سيادة العميد محمد حسن، شكرا يا فندم على المداخلة مع حضرتك. شكرا شكرا. نكمل المشاكل مشاكل طبعا في القرية زي ما قلت لحضرتك. تعليم التعليم ده حاجة. الوحدة الصحية نفسها مفيش طبيب، مفيش طبيب ولا طب فيها الأطباء سيارة طيب ولا عربية فين؟ إسعاف أصلا. المستشفى دي مهجورة مثلا؟ والله هي مستشفى كان فيها دكتور الأول وطلع طبعا معاش، ومن بعدها ما حدش جه تاني. اللي بيجي بيجي، خلي بال حضرتك، اسبوع اسبوعين وبيمشي. طب ليه بيمشي؟ ما هو في سبب اكيد. ما فيش، ما تعرفيش، ما فيش اجور هو جاي مثلا؟ انتداب.
انتداب يعني. طب ليه ما حدش بيتكلم؟ ما هو لازم الاهالي تتكلم. ما فيش حد. طيب الاهالي هتتكلم مين؟ طيب هيوصل صوتهم اللي هم انتخبوهم في البرلمان. طيب ماشي، وانا بقول لحضرتك اللي هم انتخبوهم في البرلمان ما حدش بيسال. ناس ساكنه الفيلا والقصور ما بيسمعوش الناس دي الا مع احترامي ليك اوقات انتخاباتهم بس. طب مثلا في جائحه كورونا اللي احنا بنعاني منها دي، ما حدش فعلا جه فعلي ونزل، وكان في حالات في طب وبتروح تطوعات الشباب دي. تطوعات الشباب يعني عندي جمعيه النهر الجاري، شباب جمعيه النهر الجاري وتطوعات الشباب. لكن ما فيش مستشفى مثلا لا طبعا بتدير الكلام ده؟ لا ما فيش عندنا، لا وحده صحيه بلا طبيب بلا سياره اسعاف كمان. ده من ضمن المشاكل. ولا اسعاف؟ ولا اسعاف عندنا. يعني مركز كروي صفط رشين يجمع بعض القرى كتيره جدا. يعني المفروض على الاقل خالص يكون في سياره اسعاف. يعني مع احترامي ليكي انا راجل قادر اخد مثلا عندي لا قدر الله والدي والدتي اخده بسيارته واطلع بيه مثلا على مستشفى العام او اي مكان في المحافظه. صحيح. طيب في ناس فقيره، طب الناس دي اجيب منين؟ وفي حالات كمان بتبقى مفاجاه ومستعجله. وفي حالات مفاجاه. ما انا بتكلم إيه؟ يعني خليه مثلا يعني اوقات الحظر ده، يعني خلينا نتكلم في وقت الحظر ما كانش في حد يقدر يطلع بره. على الاقل خلاص يعني لا قدر الله حصل اي حاجه في البلد المفروض ان في سياره اسعاف تاخده. طيب معانا دلوقتي مداخله. الو المهندس محمود. الو الو صباح الخير يا فندم. صباح الفل يا فندم، منورنا. الحمد لله. الحمد لله. برنامج جميل جدا وزيد مشرف النور طبعا. مداخله مع حضرتك الزرنا. الله يخليك. الله يخليك. خليك يا فندم. انا كنت عايز اعمل مداخله بسيطه كده. اتفضل. محمد عبد البر صاحب مصنع العلا للكرتون. الراجل ده انا باشمهندس محمود ابو السيد صاحب مصنع القلعه كاستر جروب للصناعه والتجاره. احنا شغالين معاه مع في كمصنعه من الناس المميزه جدا المحترمه جدا في مواعيدها. الناس اللي تقدر الميعاد زي السيف، ما عندوش ولا دقيقه تقديم ولا دقيقه تاخير. فبناء على الوضع ده انا اتمنى من الله عز وجل ان الراجل يكمل في مسيرته الانتخابيه على اساس الناس الملتزمه في مواعيدها في الشغل بتاعها اكيد بنسبه 100% هتكون ملتزمه مع الناس اللي معاها. الناس اللي هي تقدر قريبه من الناس جدا، تقدر في اي دقيقه. راجل صاحب مصنع زي ده بيبقى التعاملات بتاعته مع شركتنا بتزيد عن 2 مليون جنيه، وفي نفس الوقت في اي لحظه تقدري تتصل بيه رئيس مجلس اداره، في اي ثانيه تقدر تتصل عليه يا استاذ محمد عندنا مشكله في كذا، فبتقدر في ثواني ان هي تتحل. فالحد اللي هو الثالث لدرجه ان انت تقدر تتصل بيه وتقدر توصل في الدقايق دي يعني عنده حل لكل حاجه. لا اكيد هو اكيد. فطبعا اللي تقدر توصل بيه اكيد هيبقى قريب من الشباب تما، ان هو يقدر في اي ثانيه اي شاب عنده مشكله تقدر يوصل له. باشمهندس محمد احنا واقفين. وهو كمان برضه قدوه، يعني هو قدوه لشباب كتير عنده طموح وعاوز يحقق احلامه. هو برضه قدوه بالنسبه يا فندم. ده الجانب العملي. نيجي للجانب الشخصي. محمد عبد راجل من الناس المحترمه جدا 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 كشخصيه احتراميه رقم واحد. رقم اثنين من الناس اللي هي تقدر ان هي لو في مشكله يقدر يتصداها في اقل وقت، تمام، بدون مثلا ما اشتصارات مثلا ب 50 فرد ان فلان او فلان او فلان. سهل جدا ان انت تقدر تقول لي يا فلان يا استاذ محمد عندنا كذا، في مينت يكون الصنف ده خالص او الشيء ده خالص. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة اللي انا بعتزه جدا في الاستاذ محمد اللي هو الخلق السامي. راجل ذو اخلاق عالية جدا، دي حاجة برضو تمام بنقل ما الاقيها عند الناس. رقم ثلاثة ان الراجل ده اول ما بنحب عندنا مثلا اي حاجة مشكلة حصل معانا يا استاذ محمد احنا مشكلتنا واحد اثنين ثلاثة، ففي سمة عقلية جيدة جدا لحل المشكلة. ودي حاجة بنلاقيها عند ناس يعني في الادارات بنلاقيها صعبة جدا، انك يبقى عندك مشكله عقليه يا فلان لا مستحب ان هو يستشير فيها واحد واثنين وثلاثه واربعه، ودي مشكله برضه. لكن احنا بنلاقي في الاستاذ محمد الحاجه اللي هو نشوف الحل المناسب في اسرع وقت وبينفذ. انا اتمنى من الله عز وجل كشاب. شكرا شكرا مهندس محمود، شكرا على المداخله. شكرا. طيب بمناسبه بقى الكلام اللي هو اتفتح عن البرلمان وكده، طيب ايه بقى فكره دخولك البرلمان؟ عايزاك تقول لي والله. وعايزاك برضو تقول لي ناوي تعمل ايه عشان لو ان شاء الله لو نجحت ودخلت في البرلمان. والله انا فكرتي دخول البرلمان اللي انت هتقوله ده خلاص. اتفضل. اكيد طبعا. انا والله فكره دخول البرلمان، انا راجل كنت عايش بره في السعوديه
فلما جيت وحاليا يعني بصيت على مشاكل البلد وبصيت على مشاكل كلها وما شفتش حد يعني حضرتك من الشباب في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه حاليا، لان دلوقتي يعني الشباب بقت ناضجة جدا وكلها تبقى ماسكة يد في يد بعض ماشي، ونختار من يمثلنا صح. فانا فكرت ان مش شايف حد تواجد ليها، فانا فكرت في المشاكل بتاع الناس، وفكرت مثلا مشاكل اهل قريتي ومشاكل القرى المجاورة لينا، ففكرت ان ارشح نفسي. وفي بعض الناس مسنداني ان شاء الله، لان احنا عندنا كذا مشكلة، يعني انا عندنا كذا مشكلة غير اللي انت قلتهم؟ اكيد طبعا طب زي اكيد. ايه بس بسرعة؟ يعني في يعني البطالة دي، البطالة دي خلي بالك يجب ان يكون في جمعية عمومية ماشي. الجمعية العمومية دي حضرتك يتم وتبقى مساهمة بعض الشباب وننشئ فيها بعض المصانع ماشي. وبذلك كده بقى شغلنا حتى موضوع العمالة اللي هي قاعدة في عندنا مثلا مشاكل الإسكان. طيب انا هقطعك، هي الصورة دي عايزة تعليق عليها. ده الصورة دي الدكتور الخطيب راجل خدوم جدا وما كانش متأخر عن حد، والعمدة أحمد مختار راجل برضو بيسعى للخير وبيسعى بيقف مع البلد يعني بكل ما يقدر. طيب نكمل. طيب الصورة التانية جمعية ده النهر جمعية الجاري. النار الجاري مصطفى رشين، ده الشباب اللي أنا قلت لحضرتك عليهم إن هم يعني يعتبر بيساعدوا أهل بيساعدوا القرية أهالي وكده، القرية وبيقفوا بكل مجهوداتهم، فهماني اللي هي العملية، بدون وبيساعدوا الكل مقابل. بدون مقابل يعني أهل الخير زي ما بنقول طيب لحضرتك. نكمل موضوع مجلس الشعب والمشاكل. المشاكل زي ما بقول لحضرتك يعني مثلا عندنا اللي هي موضوع الإسكان ده. الإسكان ده خلي بال حضرتك يعني عندنا صرف مصرف، يعني احنا بنتكلم بلغة البلد عندنا مثلا ان هو في مصرف مفروض من الوحدة البيطرية للوحدة الصحية ماشي، ده نقوم عليه صرف مغطي ويقام عليه اسكان للشباب، مع طبعا مع تدعيم الشباب بالمالي مع دعم بنك الاسكان والتعمير، المشكلة الثالثة. وتطرح طبعا شقق للشباب على التخصصات. المشكلة اللي انا بقول لحضرتك عليها اللي هي طبعا هم اول 4 مشاكل اللي احنا اتكلمنا فيهم، هو المفروض ان احنا نقوم جمعيه عموميه. الجمعيه العموميه دي بتبقى مساهمه يقام عليها مثلا بالدفع، كل واحد معاه حاجه، وناخد بعض الشباب. وفي فكره مشاريع كتيره جدا يعني زي مصانع كتيره وفي تدوير مخلفات، ولذلك احنا هنشغل جميع الشباب فيها دي. ده اللي انا ببص ليها او اللي انا ان شاء الله حاططها في دماغي ان شاء الله، سواء كده او كده ان شاء الله سابدا فيها باذن الله رب العالمين، بسعي طبعا مع الشباب واهل البلد واهل مركز بابا كلهم تمتها. شكرا مهندس محمد عبد البر ابن شكرا. قرية صفت رشين مركز بيبا محافظة بني سويف، ورئيس مجلس إدارة مصنع العلا لإنتاج الكرتون، وعضو جمعية المستثمرين ببياض العرب، وعضو نقابة الزراعيين ببني سويف. للأسف الحلقة خلصت النهاردة، إن شاء الله أشوفكم في حلقات جاية كتير، وكل سنة وأنتم طيبين وعيد أضحى سعيد. سلام.